السلام عليكم واهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما في قناتي مع شهيوه من شهيوات ليديليس دو هاجر اللي كنتمنى ان تكون دائما وصفاتي كتعجبكم وتنال الرضا ديالكم. اليوم غادي نديرو واحد شوربه او حريره ديال بلبولات الشعير، كتجي ألذ ما يكون صراحه، مع قشيوشه ديال الدجاج ومع الكفته. غادي ندوزو للطريقه. ضروري غناخدو واحد الطنجره، غنوضع فيها شويه ديال الزيت العاديه او زيت الزيتون. غادي نضيف بصيله محكوكه مزيان، وغادي نخليها تشحر واحد شويه. من بعد غادي نضيف دوك القشيوشه ديال الدجاج، ما كايناش غير الكبده، يعني اللي عنده. انا ما عنديش هنا الكبده، ولكن كنديروا ديك شويه الكبده، تنديروا القنصه، تنديروا العنق ديال الدجاج، تنقطعوه بطبيعه الحال، تنخليهم يتشحروا واحد شويه. من بعد كنضيف هنا عندي واحد حبه اولا جوج حبات ديال المطيشه طريه محكوكه مزيان، وكنضيف الحمص اللي كيكون بالقشور ديالو، ومن بعد كنضيف يعني المعدنوس، وكنضيف الكرافس وشويه ديال القزبر. هنا عندي معلقه صغيره ما عامراش ديال السمن، عندي الملحه، وعندي الكركم يعني الخرقوم، وعندي سكينجبير، وكندير شويه ديال البصل، صافي. هادو هما التوابل. ثم غادي نضيف هنايا لاصوص ديال المطيشه. اولا كنديروا معلقه كبيره ديال مركز الطماطم، وكنضيفوا كميه ديال الماء تقريبا اللي غادي يطيب فيها هاد البلبوله. انتما كتشوفوا هنايا بالنسبه للبلبوله، اما كترطبوها في الليل، ولا كنتو زربانين حتى الغد وبغيتوا ديروا هاد الشوربه كترطبوها في الماء طايب. صافي، هنا راه مرطبه ومغسوله مزيان ومصفيه بطبيعه الحال. ودابا وضعت كميه الماء اللي غادي تطيب ليا فيها هاد الشوربه، ونغطي عليها ونخليه حتى يطيب ليا جميع المكونات بالاخص الحمص ودوك القشيوشات. فهنا تقريبا صافي، يعني طابت لي الشوربه، عرفتي كتجي جديده صراحه مع ديك الريحه ديال السمن وديال تقريبا مقاديرها بحال شكل الحريره. وصافي، في الاخير كنضيف الكفته، لان الكفته دغيا تطيب، وكنخليها تقريبا مده 15 دقيقه هكداك. صافي، من بعد كنطفي عليها. كنديروها العافيه مهيله، ومره مره تنحركوها، لانه بعد مرات ديك البلبولات تشد، فضروري من التحريك مره مره. وهنا صافي، يعني من بعد ما طابت لي هاد الشوربه كندوزو بطبيعه الحال مرحله ديال التقديم. وصراحه كتجي مديده، يعني راه تقريبا طريقتها بحال شكل الشوربه ديال طر لسان اللي كنت راه عندي في واحد الفيديو. دوزو يعني دوزو شوفوا الفيديوهات ديالي، وغتلقاو بزاف ديال الوصفات مقدمه وديال الشوربات وديال لي سوب على اين هذا الشكل النهائي ديالها. تنقدمها بطبيعه الحال مع شويه شباكيه وبريوات،
ومع الخشخاش اللي تهو هاد الوصفات كل ما انا دايرهم الا شباكيه. هاد العام ما وريتش لان دايره هذاك العام فايت. وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وكيف ديما بالصحه والراحه ورمضان كريم. وما تنسوش بارطاجو اللايك، والى وصفه قادمه ان شاء الله. مع الف سلامه.